Yeah. سبقوا علي هفكم. شكون كان يقول شي نهار غتجلس بلاصتي؟ كيدير بخير؟ لاباس الحمد لله. وهضر نسمعوك. لاباس الحمد لله. شنو سميتك؟ يونس. يونس اش؟ السابعي. السابعي؟ ديما السبع. يونس بارك الله عليك، حنا فرحانين انك تكون معنا اليوم في البرنامج. انا فرحان بحضوري معاك في هذا البرنامج راشيتو، وانا فرحان والتحية كبيرة للجمهور كامل. يونس انت تشهرتي في فيسبوك ويوتيوب وداكشي، واش كنتي عارفين هذا الفيديو غيحقق هذه الشهرة كاملة وهادشي؟ لا انا ما كنت هو كان يصور وانا ما شفتوش هذاك الشيء، دغيا صدق الفيديو طلعوا وعجب الناس. كنت عارفه غير لوحك في يوتيوب ولا لا؟ لا ما كنتش عارفه، وانا ما شفتوش ملي كان يصور. هذاك الشيء جا فجأة. وانت بصح تخلقتي على بيكالتك؟ ايه، وما حد كان كان خاطف عليا والله خير كيصور. انت دابا خطاب لك شي واحد شي حاجه ما غاداش تعاير عليا؟ اييه ايه تناك خطف لي الميكرو ديالي، خطفوا واعطيني ميكرو فيني. تصفيقات هرع عليك، برافو عليك، مبارك. بزاف ديال الناس كيبغيوك في راسك، بزاف ديال الناس ولاو كيبغيوك بزاف من مورا الفيديو اللي درتي، ضحكتيهم. ضحكتهم. ما عندي ما يتسال. مبارك. وهذاك اللي دالك البيكاله ديالك رداها ولا ما رداش؟ عاد اش قلتي؟ يرد لي بيكالتي انايا، راه ضروري انا ديتها، وما غير ديك زوديك الحلايق تعرف. كيفاش قلتي لي كيفاش؟ سي محمد بيكالتي بيكالتي بيكالتي. هذه مثلك. عرفتي دابا سي فراشيد شو المغرب كله كيشوفك دابا مشاور. انا شتي انا كتسرح البهيم، وليت مشهور، كنت نشوفك في التليفون في عفوا في التلفازه. وليتي حدايا. كنتي ما كنتيش تسرح غير البهيم، بالعكس هذيك مهنه زوينه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان تجاره، وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام تجاره وراعي الاغنام. تماما، برافو عليك، سبقوا عليها فضل. برافو عليك، برافو عليك. واش كتقرا؟ اكيد. المستوى الدراسي؟ السادس. السادس شنو؟ كيف شنو؟ اش هو عليك راني عروف. اجي لازي هادو كتعرفهم ولا ما كتعرفهمش؟ حنا تنعرفوك. حنا تنعرفوك. حنا قلنا تنعرفوك. تنعرفوكمش. وتواضع شويه. لازي اشنو هي في نظرك شنو هي الخدمة اللي تكون ديالهم؟ إلا تخيل أنا نقول لك تخيل معايا كل واحد عطيه الخدمة اللي تجي معاه، هذا شنو هي الخدمة اللي تكون تجي معاه؟ هذا؟ الأولان مول الكروات. ياك هذا طويل ياك؟ لا ما طويلش أنا، هو اللي طويل. أنا أنت اللي طويل؟ هذا هو اللي طويل. خلي هذاك مدير هذاك الطاق. وهذا؟ هذا راه مدير قلت لك صح؟ لا هذا من هنا. هذا من هنا وطويل أخويا يجي معاه بوليسي. لا 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 لا. وهي مغنية. آه مغنية.
واش انا قلت شي حاجه؟ انا نوض غنقول لك شكرا. وغنيه. لا اعترف بيا شكرا بزاف حيت قلت لي. برافو عليك. قول لي واش تلقى مغنيه؟ لا خويا بلا ما صوتي خايب. انا ما تعبنيش انت بحال هكا داير. واحد ما تعرفي تدعي عشري. معلم. نقول لك نعترف لك واحد الاعتراف. انت خصك حلقه بوحدك ونديرو يتباع. يعني جوج حلقات وما حالوش يقدو معاك. ممثل. تمثيل. شوف دابا انت الشهره ديالك جات بالصدفه. بالصدفه صحيح. ما صحيبك؟ عمي. لا كنتي كتفرج فيه بعدا الحمد لله. انا هذا فرح شرف لي انك كتفرج فيه في التلفاز. كنت نتفرج حتى وليت وشوف شوف الايام كي داير حتى شوف الوقت الايام كتبدل بنات. الله يحفظك. انت شنو الله يبارك فيك. انت شنو الرساله اللي تبغي اليوم تقولها للناس اللي كيشوفوك؟ لانه قبل ما نسولك على الرساله اليوم اللي بغيت نسولك يونس على الناس كيفاش ولاو كيتعاملوا معاك من مورا داك الفيديو. حياتك واش تبدلات مور الفيديو بصراحه؟ وي. دونك حياتك قلبتيها فرونزي معايا؟ قلبتيها فرونزي معايا؟ ما صاحبي راه قويتي عليا بحالاش بحالاش ما بقيت عاقل. لا قول لي حياتك تبدلت. شنو تبدل في حياتك؟ انت كنتي واحد النهار كانت عندي بشكليطه صغيره ولا عندي جوج زيد هادشي. اي وليت مشهور كنت نشوفك في التلفاز وليت عندك. جا عندي زكريا الغافولي زيد عمر ابو حفص النحيلي زيد. اي صافي شحال خرج بالشارية. واش الناس ولاو كيتصوروا معاك دابا؟ اييه كيتصوروا معاك الناس؟ كيتصوروا معايا. اش كيقولوا لك في المدرسه؟ اوبي كاطي تدعال تعال. والاساسي تبدل التعامل ديالهم معاك؟ اييه. ولاو كيزيدوك النقاط؟ اش كيزيدوك النقاط؟ اوليدي قد عقلك عندك شي عقل حط ما عندكش ابر البهيمه. منين جيتينا دابا؟ من البلاد اللي انت فيها سميتها؟ دكالة. بس بلاصه بالضبط. صافي قال لك محبسو حبسو تقوش مع هذا. في دكاله البلاصه البليده اللي انت فيها سميتها القريه اقليم شديده. لا البلاصه دوار بلاد رافع. دوار بلاد ورافع. دوار بلاد رافع هي فين كاين انت؟ هي دوار بلاد رافع. امتى تعرض عليا شي رفيسه ان شاء الله؟ تاجا غرفيسه وسير ديال الكسكسو. مرحبا بي. شكرا لك يونس. الله يبارك فيك يونس. شكرا اللي حضرتي معنا اليوم. وانا سعيد بوجودي مع هذا البرنامج رشيد شو الشو وتحيه لهذا الجمهور الكريم. كنتمنوا لك التوفيق يونس. ولي نوصيك عليه اول حاجه هي الدراسه قرايتك. ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله احنا ديما معك ان شاء الله. وتبارك الله عليك وديما ديما بيكا تي. تبارك الله عليك. ثقات عليه. برافو عليك.